50 شهر تقسيط بلا فايدة وبلا دفعة أولى. خوري هون لراحتك كل يوم. ميدغالف ما عليك علينا. من مؤسسة أديان اليوم معنا هدى بركات، منسقة بمؤسسة الألوان بأديان على برامج الشباب بأديان اسمه ألوان. حلو كتير ألوان. كمان الاسم لأنه الألوان كتير مهمة بحياتنا، والأديان كتير مهمة، والأديان أكيد كتير مهمة، ولكن الألوان هيك بتحدد لنا أوقات شو هو هدفنا لنقدر أكيد. نوصل للهدف الكبير أكيد. هدى أهلا وسهلا فيك. عارفينا بالأول عن جمعية أديان للمشاهدين. أديان بالتعريف الرسمي هي مؤسسة لبنانية للدراسات الدينية والتضامن الروحي. نحن مؤسسة منعترف بأنه أوقات الأديان عطول عندها دور فعال بالمجتمع، وأوقات هذا دور ما بيكون إيجابي، بس نحن منآمن بقوة الإيمان وبقوة الدين أنه هو يكون عنده دور إيجابي بالمجتمع ويقرب العالم بين بعضها، ويكون يخلي العالم تعيش رسالة محبة ورسالة تقارب بدل الحروب والمشاكل يلي عم بتصير أوقات بمجتمعنا. هلأ من ضمن أديان في عدة أقسام، في أربع أقسام بأديان، واحد منها هو قسم ألوان يلي هو للتربية على التعددية الدينية والعيش المشترك. ألوان هو برنامج بينشغل بالمدارس بعدة، نحن بنشتغل بعدة نطاقات. بنشتغل أول شيء بأندية بالمدارس الرسمية والخاصة، عندنا بروجرام مع اللجنة الوطنية لليونسكو بالمدارس الرسمية وبالمدارس الخاصة كمان، عندنا مشغل ألوان بمدرسة خاصة كمان، وعنا عم نشتغل شوي شوي على أنه نقدر نفوت التربية على التعددية والعيش المشترك بالمنهج التربوي لكل المدارس، ويصير يعني هالتلميذ مثل تلميذ ألوان يلي هلأ عم يستفيدوا من هيدا البرنامج، يصير كل الشباب بلبنان عم يستفيد من هيدا الغنى يلي هو التعرف على الآخر، تعرف على دين الآخر، وعيش عن جد أيام العيش المشترك. ألوان هو لكينا فرع الشباب يعني تقريبا بأجان. عندنا كمان فرع الفولونتير، بس نحن بنشتغل على التربية المدرسية أكثر. يعني هون بالتربية المدرسية بشو بتتواجهوا؟ هل بتحسوا انه لا الشباب والصبايا الصغار ما عندهم اي علم باللي عم بيصير حولهم؟ هل هن مؤثرين بالاكبر منهم؟ اكيد يعني الشباب كثير مؤثرين، والحلو انه بكثير من المرات هالشباب واعي على انه يلي عم بيصير غلط اكثر من اهله، واعي على انه يمكن اللي بيو عم بيقول له اياه عن الشخص من الدين الاخر او من الحزب الاخر هو غلط، منه صح. بس هل هو واعي على حريته بالاختيار والتعبير؟ بصعوبة. نحن بنشتغل على كثير، على اكثر شغله بنشتغل مع الشباب على معرفه ذاتهم، وهن يكتشفوا ذاتهم، يكتشفوا انه انا اوقات نظرتي للاخر غلط، انا اوقات تحديدي لهويتي بتكون غلط، ماني كتير مفكر فيها، ماني كتير متعمق فيها. أنا أوقات وقت عم بتعامل مع الآخر أنا يلي عم بحده مش هو يلي عم بيحدني. نشتغل معهم كتير على شخصيتهم، على معرفة ذاتي، معرفة ديني أنا وقيم ديني، قبل ما ننتقل على معرفة الآخر والتواجد مع الآخر. وهيدا يلي بيخلي الولد هو يقوى ويقدر هو كمان يكون سند للآخر يلي يمكن ما رح يقدر يكون هالقد منفتح قده. ولحد هلأ يعني خبرتنا مع الشباب بتأكد عن جد أنه وقت بينشغل على الشباب وبينشغل معهم كتير بيكون الريزولتا، كتير بتكون النتائج حلوة، وأوقات مؤثرة كتير، وأوقات بتكون أستونيشينج، بتكون مدهشة. رح نشوف فيديو، رح نشوف فيلم عكس السير، عكس السير أو مقتطفات من هالفيلم من إنتاج أديان ومن إخراج ميشيل تيان يلي رح ينعرض باليونسكو. رح نحكي بالتفصيل أمتى وكيف، بس تنشوف مشاهد. عشنا أشياء كتير قوية وحلوة بقلب الوسخ، بقلب القرف الجحيم، وهذا اللي كنا عم نحاول انه نزرعه محل ما ننوجد مع ناس من كل الطوائف. يا خيي بقلب الجحيم ما فينا نخلق واحد سلام، واحد سما، فسحة سما. عبد القادر ما لعب بس دور ايجابي بوقت المجازر، ولكن كمل هذا الدور من بعده. كان شخص سلم من الاول،
عنده هالانفتاح واحترام للآخر، للإنسان اللي بالآخر. فلما اشتدت الأمور، بلد بلا حكومة بلا سلطة وفي حرب يومية وقواس وحرب وضرب وقتل، فأخذ القرار السيد أنه يعمل اعتصام. راح على جامع السفا وقعد بجامع السفا وقال أنا هون معتصم. فسألوني بهديك الفترة لمين عم تعملوا هالمؤسسة هيدي، لأي طائفة؟ فجاوبتهم في وقتها: هل بتسألوا نبعة المي مين بيشرب منك؟ كل عطشان، وهذا المؤسسة تبعنا هي لكل إنسان من أي طائفة ومن أي دين حسب أن يكون بحاجة إلى رعاية اجتماعية. يعني بنذكر الحرب تناخذ منها عبرة، بس بندعي ونحن عم نذكرها إن شاء الله ما تنعاد، لأن حتى لو ربحت بالحرب أنا خسران. طبعا ببلد بنعتبره ديمقراطي قد ايه قادرين نحن نمشي عكس السير، وقد ايه في ضروره بكثير من المواضيع انه نمشي عكس السير، وهل عم نفوت بهالنضال او لا؟ موضوع اليوم رح نحكي فيه كثير باكثر من فقره من برنامجنا. عكس السير امتى رح ينعرض وين؟ عكس السير هو ضمن حمله وطنيه عم تعملها أديان ضد التعصب الديني، ضد التطرف، لتدعي للتضامن، التضامن بين ابناء لبنان، لتوصل رساله انه الدين بيقدر يكون قوة كرمال نحن نروح للآخر، مش إنه نبعد عن الآخر. هيدي الحملة الوطنية بلشت بالأول من أذار بالتعاون مع وزارة الإعلام والثقافة، بلشت بإعلانات مرئية، بإعلانات على الفيسبوك، على الموقع الإلكتروني لأديان، ورح تنطلق رسمياً ب 11 أذار هيدا الجمعة الساعة 6:30 بالبالي دو اليونسكو، بقصر اليونسكو. رح تنطلق بإطلاق فيلم عكس السير يلي هو مثل ما تفضلتي وقلتي هو فيلم وثائقي بيركز على خبرات شخصية لشخصيات محترمة ومعترف بمركزها بقلب الفريق يلي بتنتمي له أو بقلب الفريق الديني يلي. أو الطوائف ويلي اشتغلت بوقت الحروب عكس السير، عكس موجة الكراهية والعنف والبعد عن الآخر والعنصرية، اشتغلت كتير للتضامن مع أشخاص من غير أديان. يعني كنت أنتو كمؤسسة أديان معترفين أنه مجتمعنا هو مجتمع طوائفي، ولكن أكيد. كيف تعيش الطوائف مع بعضها؟ هيدا هو هيدا الشغل. يعني شغل. بتخيل أنه الخبرة المهمة هون أنه نحن ركزنا على هول الأربع أشخاص، بس هول الأربع أشخاص يلي اشتغلوا مع عالم من غير جماعة. في عدة أشخاص ونحن مركزين على أربعة يلي هن الأمير عبد القادر الجزائري، المطران سليم غزال، الخوري مكرم قزح والإمام الصدر. مركزين عليهم لأنه هن شخصيات كتير اشتغلت على هيدا الموضوع، بس يعني في ميات إذا مش أكتر الأشخاص بلبنان يلي بهالوقت يلي العالم عم تكره بعضها وتقتل بعضها. نحن بحاجة لبعض جرأة أكبر من عدد أكبر من الناس لنقدر نوصل. قلت لنا أنه هيدي البداية، يعني رح تفتتحوا هالبرنامج الفائز، شو رح يكون البرنامج من بعد عكس السير؟ من بعد عكس السير رح يصير في لقاءات بالمدارس. لقاءات المدارس رح تضم أكثر من 1000 تلميذ. بعدين رح نعمل لقاءات بالجامعات من كل مناطق لبنان، ولقاءات مناطقية للشباب والمجتمعات المحلية، لأنه كتير مركزين هون أنه توصل الرسالة لكل اللبنانية، ما نركز بس على السنتر، على بيروت وضواحيها. وبعدين رح يتوزع الفيلم لأكثر من 400 مؤسسة تربوية ولأكثر من 30 NGO بلبنان بتشتغل على هيدا الموضوع وبهمة موضوع التلاقي الروحي والتضامن بلبنان. هدى بركات، أهلا وسهلا فيك. أكيد تحية كبيرة لكل اللي عم يشتغلوا لمؤسسة أديان. بتصور أنه الشغل مطلوب من الكل ومفتوح للكل كمان. أهلا وسهلا فيك. مشاهدين، هلأ وقفة، من بعد هالوقفة رح نكون كمان مع موضوع خاص باليوم العالمي للمحافظة على حقوق المرأة أو للمطالبة بحقوق المرأة مع القاضي جون أزي. خليكن معنا.